السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، أنزل على عبده القرآن، جعله هدى للناس وبيان، من تمسك بفضائله فاز بالخلد في الجنان، ومن ترك هديه حشر مفقود العينين، وذلك كما ينص القرآن. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في هذه الأيام الجميع يستعد لأجمل رحلة في حياته على الإطلاق، رحلة الحج. نستقبل بعد أيام العشر الأول من ذي الحجة، والحجيج من كل بقاع الأرض اجتمعوا في مكة المكرمة المحفوظة المؤمنة بأمان الله وأمنه ورعايته. الحجيج من كل لغات العالم، من كل بلاد العالم، من كل الألوان والثقافات، الجميع يجتمعون في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. في مثل هذه الأيام من كل عام نتذكر هذه الرحاب الطاهرة والرحاب المباركة، ومما لا شك فيه أن نشيد بحكومة هذا الرجل الذي عهدناه صالحا، عهدناه عادلا، الملك سلمان. ما سمعنا عنه إلا خيرا. هذا التنظيم الذي تقوم به الحكومة السعودية لتأمين ملايين الحجيج، يتحرك الحجيج في وقت واحد في مكان واحد، مطلوب تأمين وجبات إفطار وغداء وعشاء، تأمين أماكن للمبيت، مواصلات، أمن وأمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقك يا سلمان إلى ما يحب ويرضى. وأنا عايز الحجاج والحاجات، وأنا أعلم تمام العلم إن في من الصالحين والصالحات الكثير من يسمعوننا الآن، اذكروا هذا الرجل في دعائكم أن يحفظ الله عز وجل به بلاد الحرمين. انظروا إلى ما يحاك بالمنطقة في هذه الآونة، ادعوا لهذا الرجل أن يسدده الله وأن يرزقه البطانة الصالحة النافعة التي تدله على الخير. أدعو لهذه البلاد، بلاد الحرمين، أن يؤمنها الله عز وجل، وأن ينصرها الله عز وجل على من أرادها بسوء. لطالما أشعر بالفخر وأنا أنظر إلى بيت الله الحرام وهو يشعر بالأمن والأمان الذي حمل الله عز وجل القائمين على أمر المملكة تأمين البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا. يعني يجب على من يقوم على أمر الحرمين أن يؤمن الحجاج والمعتمرين. لذا ندعو لسلمان، للملك سلمان، في صلاتنا في جوف الليل أن يحفظه الله لبلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، للإسلام، لوطنه وشعبه، لجميع الأمة الإسلامية في أقطار الأرض. فها نحن الآن نجد أن تقاربا وتعاونا وتحالفا عربيا على أوسع نطاق. نسأل الله أن يجمع بين قلوبنا، وأن يجمع بهذا الرجل ما أفسده الشيطان، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤمن الحجيج، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين آمنين. أنا هبدأ في الإجابة على الأسئلة لكثرة الأسئلة، والحلقة اللي فاتت ما قدرتش أن أنا أرد على كل الأسئلة، فهبدأ من حيث انتهينا. الأخت الكريمة الله يرضى عليها، المدام إيناس، كانت سألتني سؤالين. السؤال بتاع الأيام اللي أفطرتها في رمضان وما صمتهاش تعمل فيها، وده أجابته في نهاية الحلقة اللي فاتت. وسألتني عن الغسل الشرعي من الحيض أو من النفاس والجنابة، فكيف يكون الاغتسال بين الرجل والمرأة؟ الاغتسال مجرد تعميم الجسد بالماء، ده لا شيء فيه. لكن المرأة كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ عليك أن تراقبي بقطنة بيضاء مكان نزول الدم، وترقبيها كويس جدا، وتتبعي المسألة دي.
مرة واثنين وثلاثة بكل ساعة بتراقبي بقطعة القطن مكان نزول الدم، سواء كان دم حيض أو نفاس. طبعا دم الاستحاضة ما لهوش غسل، عليه وضوء بس، دم الاستحاضة. لكن الحيض والنفاس هو اللي بتتطهر منه المرأة بهذه الطريقة، بتتتبع بقطنة مكان الدم وبعدين بتغتسل. الغسل بيبقى من السرة إلى الركبة، نغسل هذه المنطقة جيدا، ثم نتوضأ الوضوء بتاع الصلاة بعد ما اغسل من الركبة إلى السرة قدام وورا كويس جدا بالماء والصابون وأنظفه وطهره كويس جدا. بعد كده بتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل إيدي وأتمضمض وأستنشق وأستنثر، وبعدين أغسل وجهي من منابت شعري المنتهى الزقن وما بين شحمتي الأذن، وبعدين أغسل إيدي ودراعي اليمين، وبعدين إيدي ودراعي الشمال، وبعدين أمسح شعري وأمسح أذني، وبعدين أغسل جسمي كله. أنا ما غسلتش رجلي، سيبها للآخر خالص. دي الطريقة الشرعية لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أغسل النص اليمين، وبعدين النصف الشمال، وبعدين من أعلى إلى أسفل، وهكذا على ألا أمس عورتي بيدي، لأنه أنا خلاص اغتسلت وتوضيت. وبعد ما أعمم جسمي كله بالمية أغسل آخر حاجة خالص، أغسل رجلي، وهذا هو الغسل الشرعي. طيب اللي بيعمل غير كده غسله صحيح؟ وما فيش مشكلة خالص ويجزئ عنه. فإن فعلنا بهذه الطريقة فقد اغتسلت وأزلت الحيض أو الجنابة عني وأصلي بهذه الطريقة، ما عنديش مشكلة أبدا بهذه المسألة. الصلاة السرية والجهرية، احنا قلنا قبل كده انه صلاة الظهر والعصر هذه صلوات سرية، اما صلاة المغرب والعشاء والفجر فالركعتين الاول في المغرب والعشاء جهرية، والركعة التالتة في المغرب والتالتة والرابعة في العشاء سرية، والركعة الاولى والتانية في الفجر جهرية. طيب لو انا صليت كل صلواتي، انا امرأة وبصلي في البيت وانت هتصلي كل صلواتك سرية، هل في ذلك شيء؟ لا، لا شيء في ذلك. صلاتك مقبولة؟ مقبولة، لا شيء في ذلك. علشان السؤال ده اتكرر، وبعض الأخوات بتقول إنه هي بتصلي كل صلواتها سرية فهي خايفة إن صلاتها تكون مش مقبولة. لا يا ستي، صلاتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. أول اتصال يا رحاب، سلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. جوزي حلف عليا وقال لي علي الطلاق لو رحت مكان من غير ما تقولي لي أنت حرة. وبعدين هو سافر بعد ما قال لي الكلام ده، سافر بعدها بشهر، بس انا معيش رقم تليفون او اي حاجه اقدر اقول له ان انا عايز اطلع، فطلح عايز اعرف ايه الحكم. طيب حاضر يا رحاب، اجاوبك. في سؤال تاني؟ لا شكرا يا رحاب. بص يا رحاب، مساله ان الراجل يقول لزوجته اسمعوني كويس قوي في هذه الجزئيه وهذه المنطقه، إذا قال الرجل لامرأته علي الطلاق، فكلمة علي الطلاق لا يقصد، لا تحسب يمين طلاق إلا إذا نوى وجزم إن هو نوى الطلاق فيها. فإن كان لا ينوي الطلاق يا رحاب يبقى لا تحسب طلقة. إن كان لا ينوي الطلاق هو يقصد التهديد، يعني بيهددك إنك ما تروحيش أي مكان إلا إذا قلتي له، فدي ما تحسبش طلقة. طيب مين اللي هيجاوبني يا رحاب؟ هو اللي هيجاوبني. هنسأله، اتصل عليه واسأليه، يا ابن الحلال انت كنت تقصد طلاق ولا كنت تقصد ايه؟ فإن قالك انا اقصد طلاق يبقى ما تروحيش الا لما تستأذنيه، وإن كان لا يقصد طلاقا فيكفر عن يمينه وتروحي وما فيش مشكلة خالص ولا يحسب ده يمين طلاق. الأخت أم أحمد كانت بتقول أنا عندي مبلغ وزوجي توفي وتركت جزء برضا أخواتها علشان تعلمها، اللي هي بنتك اللي بتتعلم، وانت حجزتي مبلغ من المال علشان تنفقي على تعليم البنت في الجامعة، والبنت كل أولادك وافقوا على التصرف ده، هل ده تصرف صحيح؟ نعم، طالما أن كل الورثة أقروا وقالوا ما عندناش مشكلة أبدا في هذا التصرف فلا مشكلة ولا ضير في ذلك ولا حرج في ذلك، طالما أن ده حصل بالتراضي بين الأولاد. طيب أخذ أم أحمد. يا أم أحمد سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا ابني، أنا بتوه كتير في الصلاة.
نعم. يعني ببقى بصلي ما بسيبش ولا فرض الحمد والشكر لك يا رب. أتوه مش أقول أنا صليت ثلاثة، أنا صليت أربعة، طب أنا صليت الركعة الأخيرة، طب أنا ما صليت. وأنا بصلي مليون حاجة بتتحط في دماغي وقت الصلاة بالذات، ما أعرفش ليه. حاضر يا أمي، حاضر. كم سنة حضرتك يا أم محمد؟ أنا كم 50 سنة. الله يبارك في عمرك، ما شاء الله، الله يبارك في عمرك، ربنا يقويك ويعينك. حاضر يا أم أحمد. يا أم إسماعيل، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أهلا بك. أهلا بك شيخ. نعم. أنا بيجي لي على الموبايلات رسائل زي مثلا رسالة منه إن نام مسجد الرسول، مسجد الرسول في المدينة يعني، علشان أنا تعبانة شوية. معلش. إن هو حالم بإن الرسول جاله، قال إن هي معزول، وإن المفاتيح بتاع خادم حجرة الرسول. يوزع الحاجات دي على 30 واحد، واللي وزع عليهم في نفسه اتعزت موزعتش، وفي ناس وزعت يعني يلا خير كتير. حاضر يا ام اسماعيل، حاضر. انا فاهم سؤالك. عندك سؤال تاني لسه معايا؟ طيب شكرا يا ام اسماعيل، انا هجاوبك ان شاء الله. بص يا ام احمد، الله يرضى عليك ويتقبل منا، وانا مش عايزك تقلقي خالص. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، انا عايزك تطمئن كده، وربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من امهاتنا. اكيد انت عندك يا ام احمد اولاد. شوفي ابنك لما يبقى محتاج ياكل وقلبك كده بيرفرف عشان الولد ياكل، وتبقي مبسوطة قوي ان ابنك بياكل، وتبقي فرحانة وهو بياكل الاكل اللي انت عاملاه بايدك. ولما يكون لا قدر الله تعبان شو ولا حاجة ما بتناميش، بتحومي حواليه، تجيبي له العلاج، تديله مضاد حيوي، توديه للطبيب علشان يتماسل للشفاء ويشفى ان شاء الله. شوفي رحمتك بابنك، الله ارحم بينا مما تتخيلي. الله الحمد لله يا ام احمد ان احنا سؤالنا في يوم القيامه هيبقى بيننا وبين الله، مش بيننا وبين بعض. ده لو بيننا وبين بعض كانت بقت مصيبه، انما احنا مع الرحمن الرحيم، فهو ارحم بينا من امهاتنا. لما تيجي تقفي تصلي، لو سرحت يا ام احمد والشيطان شككك او انت شكيتي، صليت ثلاثه ولا اثنين، ابني على اليقين زي سيدنا النبي ما قال لنا، ابني على ما تيقنت، ابني على ما استيقنتي، اللي هو ايه؟ انا صليت اتنين ولا تلاتة؟ اليقين عندي ان هما اتنين، والشك عندي ان هما تلاتة. اطرحي عنك الشك، ارمي الشك ورا ظهرك، واليقين بتاعك ان هما اتنين، صلي على اساس ان هما اتنين. طب لو انت صليتي تلاتة، يبقى الركعة الزيادة اللي انت هتصليها كانت ترغيما للشيطان. طب لو انت صليتي فعلا اتنين، يبقى صلاتك صحيحة ولا شيء عليك في ذلك، وكملي صلاتك عادي خالص، وابقي اسجدي للسهو قبل ما تسلمي سجدتين للسهو، ولا شيء عليك خالص. ألف مليون حاجة بتيجي في راسك وانت بتصلي، ابقي وانت واقفة تصلي استعيذي بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرة واثنين وعشرة لحد ما هيمل منك. جربي يا أم أحمد اللي أنا بقولك عليه، والله لا يمل منك وما يجي لك يفكرك بحاجة تانية، بس استعيني بالله واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وتوكلي على الله، وربنا يتقبل منا ومنك، وربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالك يا رب. الأخت أم إسماعيل، الله يرضى عليك يا أم إسماعيل، الله يبارك لك يا أم إسماعيل. دي رسائل كلها كذب، دي رسائل كلها كذب. أي حد يبعت لك الرسائل يقول لك أقسمت عليك بالله لابد إنك ترسل الرسائل دي لعشرة عندك علشان مع كل ده ما تعملهوش. كل هذه الرسائل لا تلتفت لها ولا يجوز الوفاء بها. أما الرسالة المنتشرة إنه خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الرسول في المنام وقال له الرسالة دي، ده ناس مش مسلمين اللي بعتين الرسائل دي، والهدف من الرسائل دي تشكيك الناس في دينهم. عارف ليه يا أم إسماعيل؟ لأنه في ناس بتعمل كده فعلا، وبتيجي بعد ما تبعت الرسائل دي اللي هي عايزاه ما يحققش. الرسائل دي أكبر أكذوبة، لأن هي بتدعو إلى التواكل، وكأنها الرسائل دي بتقول للناس اعملوا أي حاجة غلط وابعتوا الرسائل دي وانتوا هتنجحوا. وواحد بعتها بقى معرفش إيه، بقى لوى معرفش. يا سلام يا سلام، ده الإسلام أمرنا بالجد والتعب والاجتهاد، دي كله كلام فاضي، ما تسمعيش للرسائل دي كلها. أول ما تجيلك كنسلي، امسحي الرسائل دي، دلتيها من عندك وما تلتفتيش لها ابدا. والرسائل اللي زيها برضه، اللي يبعت لي مثلا قل هو الله احد او آية الكرسي او صلي على النبي 10 مرات واقسمت عليك بالله، لابد ان ترسلها لعشره من عندك او لمية من عندك او لكل المضافين عندك، انا حلفتك اهو وانت حلفت لازم تعمل.
كل هذه الرسائل لا يجوز الوفاء بها وهي من درب الكذب، ما نعملش كده أبدا، ولا شيء ولا حرج عليك. يا أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ تفضل يا أم أحمد. بص يا شيخ، أنا عاوز أقول لحضرتك أني أنا ربنا رزقني من زوجتي الأولانية بولدين معاقين. نعم. الولدين المعاقين دول أنا تحملت الولد الأولاني لحد ما وصل لسن 15 سنة. ما كانش، أنا عايز أقول لحضرتك أن الولد اتولد كان كتلة ما بتتفكش، ما مش باين منه إيد من رجل. ربنا اداني الزوج الأولاني زوج ظالم، كان بخيل جدا وكذاب جدا جدا جدا، برغم أن ربنا منن عليه بمال كتير جدا برزق الولد الأولاني. ولما ربنا من عليا بالحج صبرت واحتملت كتير لحد ما ربنا كرمني والولد اتكلم ومشي. ولما ربنا من عليا في شبابي بالحج رجعت حامل في الولد الثاني، وبعد كده رماني بعد موت امي بشهر بالظبط طلقني. انا بكرهه جدا جدا من العذاب اللي عمله فيا. حاليا انا ملياش اي حد في الدنيا خالص بيسال عليا، هو اخذ الولد الاولاني وانا اتجوزت وزوجه ثانيه. حتى الزوج الثاني اللي ربنا اداهوني ده ما بيعدلش في اي حاجه يا شيخ خالص، ظلمني وحرمني من كل شيء، مع ان كان وعوده ليا اني هعدل ما بينك وما بينها، ويوم هنا ويوم هنا، وزي ما هصرف هنا أنا يعني مش عايزه اقول لحضرتك خالص، ما فيش اي حاجه خالص. ولما بتكلم بيبهدل الدنيا وبيعمل، وانا مش عارفه يعني المره الثانيه اسيب واتطلع والناس ما بتسكتش، وبقول اعيش واصبر وصبري قليل وتعبت ومش عارفه اعمل ايه. والولد الثاني ما بيتكلمش خالص وبعالجه، ومحدش بيدفع له مصاريفه غير اهل الله. انا تعبت وما بقتش عارفه اعمل ايه، ومستعمله عشان خاطر الولد الثاني، ومستعمله عشان كلام الناس، عشان برضه ملياش حد اروح له، مبقاش ليا حد خالص اروح له، ومش عارفه اعمل ايه، وبقف من ايد ربنا واقول له يا رب جيب لي انت حقي. بس انا اليومين دول ايماني ضعيف قوي، وما بقتش بصلي كويس وبعبد ربنا زي ما كنت، حاسه الدنيا كلها جايه عليا ومش عارفه اعمل ايه. بالله عليك بالله عليك قول لي وانصحني اعمل ايه. حاضر. محمد، انت زوجك الاول كان قريبك؟ لا لا ما كانش قريب. طيب شكرا يا محمد. طيب هنطلع فاصل وارجع اكمل معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا ام احمد الله يرضى عليكي ويغفر لنا ولكم ويصلح لنا وحالك. مما لا شك فيه انه دعاء المظلوم مستجاب، واحنا عندنا في الشريعه الاسلاميه اتقي دعوه المظلوم. واضح ان في مشاكل متراكمه من الزواج الاول وبعدين الزواج الثاني في مشاكل، فانت كمظلومه من حقك انك تدعي على اللي ظلمك. لكن انا بهيب بيكي انه في التوقيت ده استغل الوقت في الدعاء لكي، مش على اللي اذاك وظلمك. يعني ما تدعيش على اللي اذاك وظلمك بقدر ما انا عايزك تستغل الوقت في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك. الابتلاء اللي انت فيه محتاج صبر، محتاج عزيمة، محتاج إيمان بالله سبحانه وتعالى، محتاج انك تصف رجليك شوية في مسألة الصبر مع ربنا. وكل تعبك وكل شقاكي وكل المشاكل اللي انت شفتيها في حياتك، يعني أنا عايزك بس بالراحة كده بهدوء تفتكري إنه ربنا بيقول آية حلوة قوي. الآية دي بتيجي بلسم على قلبي وقلبك وعلى قلب أي حد مظلوم. هي قول الله عز وجل: قل فعل أمر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف يا أم أحمد، ربنا ما قالش إلا ما كتب الله علينا. ما في فارق بين لما أجي أقولك أنا ليا فلوس عندك يبقى أنا ليا فلوس، لكن لما أجي أقولك أنا عليا فلوس لك يبقى أنت اللي لك. فربنا يقول قل لن يصيبنا
طبعا اللي يصيبني يبقى في مكروه، إلا ما كتب الله لنا، فأي ضرر هيقع عليك هتاخدي ثوابه. اصبري يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ملكيش إلا باب ربنا. لو حتى زوجك التاني أسعى عليك شوية وأنا بفكره بقول له اتق الله عز وجل، خاف من ربنا، اعدل بين امرأتيك، اعدل بين الأولى والثانية، خاف من الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك لما باب كلها يا أم أحمد اتقفلت إلا باب واحد هو باب الله هو المفتوح في وجهك. ما تحاوليش إنك أنت اليأس يتخلل إلى قلبك. اصبري واستعيني بالله، اصبروا وصابروا ورابطوا، ربنا سبحانه وتعالى يبشرك بالخير ويعوضك خير في الدنيا والآخرة، وتعبك وإرهاقك ومجهودك في ابنك لن يضيع هدرا أبدا أبدا أبدا. خلوني أسمع هويدة. يا هويدة السلام عليكم. هويدة؟ ألو؟ نعم. أيوة. تفضلي. لو سمحتي يا شيخ عمد، أنا عايزة أسأل حضرتك عن فتوى. زوجي حلف على عربيتي بالطلاق علي الطلاق بتاعتها إن أنا مش هركبها تاني. لا استني بالراحة، حلف عليكي ولا على العربية؟ لا حلف على العربية، قال أنا مش هركبها تاني وحلف بالطلاق. يعني لما جه يحلف أنت كنت طرف في المشكلة ولا هو حلف على؟ هو كلمني في التليفون وقال لي علي الطلاق بتاعتها مش هركبها تاني. عشان في مشكلة بينك وبينه؟ في مشكلة على العربية فحلف بالطلاق اللي هو مش هيركبها. يا هويدة المشكلة اللي المشكلة بتاعت العربية انت طرف فيها؟ لا مش طرف فيها. ايوه براحة كده، ايوه براحة عشان نفهم الحتة دي. المشكلة دي بين زوجك وبين حد تاني؟ هي عربيتي انا، وانا كنت بصلحها في مكان وهو مش عايز يصلح في نفس المكان ده. أيوة خلاص يبقى انت طرف في المشكلة. علي الطلاب الثلاثة مش هركبها تاني. ماشي. ان هو بيحلف كتير بالطلاق على حاجات كتير. بيحلف بيقول عليها الطلاق ولا بيقول حاجة تاني؟ لا بيقول عليها الطلاق الثلاثة. تبقي طالق اللي عملتي كده. تبقي طالق. بتعملي ولا بتعمليش؟ لا طبعا بخاف طبعا اخش في حرمانية فما بعملش. طيب حاضر. ايه سؤالك بقى؟ حاجة تاني بعد اذنك. نعم. انا شفت حضرتك في رؤية. شفتيني انا؟ لا بس انا ماليش في الرؤى. انا شفت حضرتك انت. بس انا ماليش في الرؤى والاحلام. مكان. لا مش انا بس عايزة بس هقولها لك بس. تفضلي. فانا كنت بفتح مكان شغل بتاعي انا، وحضرتك جيت اكنك جاي من سفر كبير، وجيت رشيت لي مية قدام المحل ده وباركت لي فيه. الكلام ده من 4 سنين. اسألي حد في تأويل الرؤية. شكرا يا هويدة الله يرضى عليك، بس أنا ماليش في تأويل الرؤية. خلوني بس أفكركم إن الأخت أم أحمد كانت اتصلت علينا الأسبوع اللي فات، وكانت قالت إنه كان في قطعة أرض وباباها كتب قطعة الأرض لإخواتها الصبيان، وهم ادوها حتة أرض بخس وظلموها. هل إن الأب لما حرم أم أحمد اللي هي بنته من الميراث وخلى الأرض كلها للرجالة وحرم البنت، هل ده صواب؟ طبعا ده حرام. اسمع يا أخي، يلي بتحرم أي وارث من ميراثه، من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من الجنة. أنت عايز ربنا يحرمك من الجنة؟ عيالك الولاد هينفعوك في حاجة؟ والله ما هينفعوك، والله 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 وتالله وبالله بكسر الهاء، عيالك الصبيان الذكور ما هينفعوك في حاجة يا عم الحاج يلي بتظلم بناتك وبتمنع بناتك من الميراث. خاف من ربنا، الميراث لوحده اللي لم يترك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك لأحد من العلماء. الميراث من اللي حدده ومن اللي وضعه؟ يا رجالة اللي بتسمعوني، يا آبائي يا إخواني يا أخواتي، أي حد بيسمعني في الصعيد في الأرياف في المدن في أي حتة، خاف من ربنا، اعدل بين أبنائك. الميراث
يوزع على أبنائنا كما قال الله، مش زي ما أنا عايز. مش عشان العيال شايلين اسمك العيال الذكور تديهم كل حاجة وتحرم بناتك يابا الحاج، هتروح النار، هتعاقب. خاف من ربنا. الميراث ده ربنا جعلك تخلف في المال عشان ينظر تصرفك فيه. يا أم أحمد، إخواتك أخطأ الوالد في تخصيص قطعة الأرض لهم وحرمانك منها، والعيال والإخواتك الذكور أخطأوا في قبول هذا المال الحرام. فليتقوا الله عز وجل وليخشى الله عز وجل كل واحد فينا ويخاف من ربنا. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، يا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب. يا أم علاء، السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة شيخ، تفضل يا أم علاء. أختي كانت اتطلقت مرتين، يعني هي في بيت جوزها، ما اترمى عليها يمينين. ماشي. والمرة الثالثة كانت عند المأذون، بس كانت حائط ساعتها. ماشي. بس وطي التلفزيون يا ام علاء عشان فيها ولا ايه، ولا لسه في حاجه ثانيه؟ وطي طيب، ده السؤال، في حاجه ثانيه؟ شكرا يا ام علاء، انا هجاوبك. نعم. ماشي يا ام احمد، في حته الارض اللي انت خدتها البخس دي وهم بيظلموك علشان يشتروها منك بثمن بخس عشان يا عم الحاج عايز تاخد حتى حته الارض اللي انتوا ظالمينها فيها ومعهاش عقود، انا فاكر المكالمه، معهاش عقود بيها كمان ظلمتوها فيها، طمعانين حتى في حته الارض ده ايه، وبتضغطوا عليها عشان تبيعها لكم بثمن بخس دراهم معدوده. طب يا سيدي والله ما تزعلوا، جمع الحرام على الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. ما تزعلش خالص، والله ما تزعل، الحرام هيجي يكنس لك الحلال، ومع ألف سلامة. وانت معتقد ان انت كده شاطر، اتقوا الله يا رجال ياللي واكلين حقوق اخواتكم البنات، خاف من ربنا. يا منى، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه اتفضلي يا منى، اتفضلي. فرع عند والدي، وكانت اختي موجوده في عند بابايا، وكان في ناس كتيره يعني في اليوم دوت، وذهبها اتسرق في اليوم ده في بيت بابايا، كان 80 درهم تقريبا. ذهب مين اللي اتسرق؟ ذهب مين يا منى؟ يا منى، يا منى، ذهب مين اللي اتسرق؟ ذهب اختي. ذهب اختك. ذهب اختك. ايوه. فساعتها كان بابا قال لازم نجيبه، وامي قالت لازم نجيبه لها الذهب، فجوزها رفض وحلف تقريبا بالطلاق، وهي هو وحماها ان هو مش هياخد العوض. الكلام ده من 8 سنين، وكان جرام الذهب ب 100 جنيه تقريبا او ب 105. حضرتك معايا؟ اه كملي. وبعدين دلوقتي جوزها يعني ضايقها في موضوع، وهو عايز الذهب منها اللي موجود معاها دلوقتي، وكلمها في موضوع الذهب القديم. فأمي عايزة تجيب الذهب دوت، هل تجيبه بالجرام بتاع وقت مضاع، ولا تجيبه بالجرام دلوقتي اللي هو دلوقتي ب 450 جنيه وهم 80 جرام؟ حاضر حضرتك، ما يعني خلاص وصل. حضرتك وصل السؤال. شكرا. وصل السؤال. شكرا يا منى. كان في سؤال لأم أحمد برضو كان معانا في الحلقة اللي فاتت، وبيقول السؤال: لما أكون جنب ولبست طرحة أو توكة وأنا جنب لسه ما اغتسلتش، لكن الطرحة اللي أنا لبستها أو التوكة اللي أنا لبستها لم يقع عليها أي نجاسة، أي سائل من الحاجة دي أو أي حاجة من الأمور دي، فهل الحاجة دي تتغسل ولا لأ؟ لا ما تتغسلش، طالما أني ما أصبهاش الأمر ده فلا شيء في ذلك. والواحد لو لبس هدوم، افرضي مثلا انت مفيش اي اثر للامر ده عندك، كنت لبست هدوم عادي والهدوم دي لم تصب بنجاسه، لازم تغسلي الهدوم دي؟ لا لا لا، الهدوم لم تتنجس ولا شيء في ذلك. وان كان في نفسك ان انت يعني بتكشي من حاجه زي كده، حاجه نفسيه، انما هو ده مبالغه في حب الطهاره، ودي علامه لحب ربنا، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المبالغين في الطهاره. هاخد فاصل وأجاوب بعد الفاصل على الأسئلة اللي معانا وباقي الأسئلة اللي هتيجي إن شاء الله.
في سؤال حد بعت لي بيقول هل يجوز ان انا اظهر بشعري قدام صحباتي والبس لبس خفيف قدام صحباتي وقدام قرايب البنات؟ طبعا طالما ان ما فيش حد فيهم هيوصفك لاي حد فلا حرج. واحنا سبق قبل كده يا بنات وقلنا انه عوره البنت مع البنت هي العورات المغلظه، فيجوز انك تظهري بلبس خفيف، يجوز انك تظهري بشعرك، يجوز انك انت تكوني بين صحباتك وبين البنات قريباتك، طالما انه ما فيش حد فيهم هيصور ومحدش فيهم هيوصفك لاي رجل غريب فلا حرج من ذلك وما فيش اي مشكله خالص في هذه المساله. الهويدة زوجك لما حلف بالطلاق مسألة الطلاق قال عليها الطلاق من راكب العربية تاني. اسأليها هويدة انت كنت تقصد طلاقي ولا كنت تقصد تهديد؟ هو ممكن يكون كان بيقول عليها الطلاق من راكب العربية تاني، والله العظيم من راكب العربية تاني. ان كان يقصد دي وغالبا كلمة عليها الطلاق غالبا 99.5% من الايمان اللي بدا بيبقى الهدف منها اليمين مش الطلاق القسم، ما يبقاش يقصد الطلاق. فإن كان هو لا يقصد الطلاق يكفر عن اليمين، وما كانش يقصد طلاقك يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين ويركب وما فيش مشكلة إن شاء الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما شغلك ومشروعك وبتاع ورؤياك هذه فتسألي حد من أهل التخصص فيها، وإن كنت أنا أدعو لك إن ربنا يبارك لك في شغلك وربنا سبحانه وتعالى يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا ولا يجعل عيشنا كد. معانا اتصال من مروة. السلام عليكم يا مروة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ أحمد، حضرتك طبعا وكلنا بنأمن بوجود الأولياء الصالحين. نعم. بس في قصة كده غريبة شفتها قدام عيني، أنا مش عارفة يعني أصدقها ولا لأ. ماشي. كان في شخص يعني في حياته عادي جدا زي الشباب الطايشين بتوع الأيام دي وكده، وبعد ما توفى أهله بيقولوا إن هو بقى من أولياء الله الصالحين وعملوا له مقام وبقت الناس بتزوره وكده يعني. وحاليا بيقولوا إن روحه بتنزل على حد من أهله وإن هو يقدر يشفي الناس، ولو حد عنده مرض، لو حد موضوع القرينة والحاجات دي يعني. هم الأولياء الصالحين بيعرفوا في حياتهم ولا بعد ما بيموتوا؟ يعني الشخص لازم يكون في حياته كويس وبيعرف ربنا وكده ولا؟ ماشي يا مروه، الموضوع ده في القاهره ولا خارج القاهره؟ لا خارج القاهره. حاضر، انا اجاوبك ان شاء الله يا مروه. شكرا يا مروه. يا ام سامه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اهلا بيكي يا اختي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا استفسري دلوقتي عن في مشكله بيني وبين زوجي، المفروض ان احنا منفصلين من 3.5 سنين. فلما حصل المشكلة رحت جبت من شقتي هدوم وحاجات يعني ليا، فهو لما عرف الكلام دوت كلم والدي وشد معاه في الكلام. تمام. فآخر جملة يعني قالها قال له يا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وأنا سرحت بنتك. فأنا عايز أعرف دلوقتي شرعا كده الكلمة كده انا وصلت، بس يا رب ما يكونش في حاجه تاني. كده انا وصلت اللي انت عايزاه بالضبط. حاجه وبك. بص يا ام علاء، اختك اتطلقت مرتين، هل الطلقه الاولى وقعت وهل الطلقه الثانيه وقعت ولا لا؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، طالما ان دي الطلقه الثالثه انا مش قادر اتكلم فيها لانه انا مرتبط باليمين الاول واليمين الثاني. اسلم حل عشان اريحك، في عندنا مؤسسة حلوة قوي 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 فيها جيش من العلماء اسمها دار الإفتاء المصرية. كل الناس اللي هناك أهل علم ونحسبهم من الصالحين ونحسبهم على خير. خدي جوزك أو أختك تاخد جوزها وتروح جري على دار الإفتاء، يسمعوا اليمين الأول واليمين الثاني. أما اليمين الثالث بقى أنا مش هفتيكي في المسألة، بس أنا هفتي على العموم لأن أنا مش عارف اليمين الأول وقع ولا ما وقعش، ظروفه إيه، أخبره إيه، ملابساته إيه، الوقت كان شارب حشيش ولا ما كانش شارب، ما أنا عايز أعرف الدنيا كان فيها إيه، الحاجات دي كلها كان في وعيه ولا ما كانش في وعيه، كان يقصد الطلاق ولا ما كانش يقصد الطلاق، كان غضبان ولا ما كانش غضبان. الحاجات دي كلها بالنسبة لي أمر مجهول. طيب لما هما الاثنين يروحوا يقعدوا قدام العالم في دار الإفتاء ويسمع منهم كده ويفهم بالضبط المسألة رايحة فين. هفترض إن اليمين الأول وقع والتاني وقع والتالت كان عند المأذون كده، تمام كده، ده راحوا كتبوا. طيب ايه الحل؟
اليمين الثالث اللي انكتب عند المأذون أنا واثق إنه ما انكتبش الثالث، أنا واثق لأنه قانونا مش نافع، المأذون ما بيكتبش إلا اللي انكتب عنده بس، فما انكتبش عند المأذون إلا واحدة. أنت بتسأليني شرعا إيه الأخبار؟ هو الإجماع العلماء على اليمين الثالث في الحيض أو غيره بيقع، لكن فيه رأي لشيخ الإسلام تحت ضغط كده شوية بنقول بيه. الرأي ده بيقول إيه؟ إن الطلقة رقم ثلاثة في الحيض لا تقع. إن الطلقة رقم كام؟ رقم ثلاثة، الطلقة الثالثة بس هي اللي لا تقع في الحيض، وده رأي ضعيف غير معمول بيه، حتى في دار الإفتاء المصرية ما بياخدوش بالرأي ده. لكن أنا علشان أستريح في موضوع أختك، لأنه فيه حاجات مجهولة بالنسبة لي، في اليمين الأول والثاني تاخد زوجها ويروحوا الصبح دار الإفتاء، يقعدوا الشيخ هيسمع منهم وهيفصل بينهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أم محمود سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك أم محمود. الله يخليك. لو سمحت، أنا جوزي في مرة حلف عليا، كنا أنا من جنة وكنا رايحين مثلا لسينا شبكة أخويا، وحلف عليا وقال لي تكون حرمان عليا زي أمك لو رحتي، ولما هدي كده راح قال خلاص هنروح أنا وأنتي، ورحنا أنا وهو. وبعدين في ثلاث حاجات تاني، مثلا في حاجة ضاعت قال لو لما لقاها حقطعها، ولما لقيناها ما قطعهاش، قال لي مش أنا اللي لقيتها، أنت اللي لقيتيها. يعني ثلاث مرات يحلف علي طلاق بالثلاثة، إن مثلا الحاجة دي مثلا ما تطلعيش، ومثلا طلعت برا الشقة مش في مكان. كان بيحلف يعني. كان بيحلف بيقول علي الطلاق، ولا كان بيقول حاجة تانية؟ أيوة بيقول علي الطلاق بالثلاثة. إيه؟ بس طيب أول ده ثلاث مرات، والمرة الأولانية اللي هو أول ما قال لي تكون حرمان علي زي أم أختي. أيوة أيوة، دي خلاص، دي على جنب لوحدها. ها أيوة. فأنا عاوز أسأل يعني رد الحلفان بتاعه ده بفلوس بإيه، علشان أنا ما بطلعش هنا، إحنا في محافظتنا في الصعيد إحنا مش بنطلع نروح للشيخ ولا الكلام ده ولا لأي مكان. اسمعيني من التلفزيون أنا هجاوبك. الله يرضى عليك يا رب ويصلي. يا أخي حرام عليكم يا أخي، يا أخي يا سي السيد أفندي، يا أخي ارحمونا، اتقوا الله يا ابن الحلال اللي بتحلف على مراتك بالطلاق. يا إخواني، يا سي السيد أفندي، يا عم الحج، يا يسطى، يا معلم، يا أستاذ، يا دكتور، يا باش مهندس، يا أي حد بيحلف على زوجته بالطلاق، اتق الله. الطلاق يمين الفساق، الفقهاء بيقولوا كده، الراجل الكثير الحلف بالطلاق العلماء بيقولوا إنه فاسق. أنا مرضاش إنك تكون فاسق، اتق الله يا أخي. يا أخي بلاش نخش في باب أيمان الطلاق هذا، ارحمونا من هذه الأيمان، اتقوا الله. يا منى الله يرضى عليك، أختك ضاع منها الذهب، وهو كان أيا كان وزنه بقى هنجيبه دلوقتي مش هنقدر نجيبه بثمن يوم ما ضاع، كان بأربعين ولا كان بثمانين ولا كان بخمسين ولا كان بعشرة، هنجيبه بثمن النهاردة، لأنه ضاع 80 جرام منها هنجيب لها 80 جرام وندهم لها، بس عشان نقفل باب المشاكل في الحتة دي. الذهب ده ضاع عند باباكي وعند مامتك في بيتكو، يعني اغلقوا على أختكو باب المشاكل عشان جوزها ما يقعدش يزن ويقول لها ذهبك اتسرق عند باباكي وعند مامتك ونخش في دايرة مغلقة. لا، برأوا ذمتكم ويتم شراء الذهب، فانتوا هتحاسبوها على الذهب بثمن يوم ما ضاع ولا بثمن النهارده. هي مش عايزه فلوس، وهو جوزها سي السيده افندي مش عايز فلوس، لانه كان بكام سنتها والنهارده بكام. لا، يبقى هنجيب لها 80 جرام 80 جرام مع الفارق في السعر، لانه هم لا احنا خدناها دين ولا حاجه، هو احنا هنرجع الذهب اللي ضاع من اختك. الراجل حلف ما هو واخد، بس رجع لاحظ كلامه، انا اسف، نسى يمينه، ناس ان هو حالف ما هو واخد عوض، بس بيعمل لها مشاكل دلوقتي. اقفلوا باب المشاكل على اختكم وهاتوا لها الذهب اللي ضاع. طيب يا عفاف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا مطلقه، اتطلقت يوم 23/5 وطليق اتوفى يوم 28/7 بالظبط. ماشي. ففي الفترة من قبل طلاقي بأيام
لحد بعد ما توفى انا قاعد نزيف عليا 4 اشهر يعني لسه من فتره قريبه اللي خفيت منه، فهل يجوز لي ان انا اورث فيه في شهور العده ولا ايه؟ هو مات كام؟ 7؟ 28/7. هو توفى ليله يوم 27 وشهاده الوفاه مذكور فيها 28/7. كده انت لسه في ايام العده. طيب يعني هو لما سالت المحامي بيقول لي ان المطلقه ليها 60 يوم طالما في فتره حيض، فانا دلوقتي الفتره دي كان نزيف، ما اعرفش بقى لان مش معقوله دوره الفتره. لا هو ليكي 63 يوم. ليكي 63 يوم. انا هشرحها لك دلوقتي. حاجه تاني؟ لا. شكرا يا اخت عفاف، الله يرضى عليك يا رب. يا مروه، بص يا مروه، كل السؤال اللي انت طرحتيه والكلام اللي الناس بيقولوه انه من اولياء الله الصالحين ده كذب، ده اصل الكذب والافتراء. الولاية لا تظهر لشخص بعد موته بل تظهر للشخص في حين حياته. ده كان شخص عادي خالص وحتى ما كانش بيصلي زي انت ما قلت في الاتصال. الناس دول بيضحكوا على الطيبين والطيبات، على الغلابة. راحوا عملوا مقام واحنا دفنينه سوا يا معلم عشان نجيب شوية سمن وشوية عسل علشان نجيب المم من الناس الطيبين. وفيه من الناس دول والله العظيم بلطجية. انتوا عارفين احنا قصة احنا دفنينه سوا؟ والله العظيم، والله العظيم دفنوا حمار، حمار، وعملوا عليه مقام، وقال لك ده سيدنا الشيخ معرفش مين، وقال لك نروح نطوف حواليه. ليه؟ لأنه هم شايفين حب المصريين لآل البيت، فراحوا مستغلين الحتة دي بصورة غير سليمة وبصورة غير صحيحة. فعشان خاطري يا مروة ما عندناش الكلام ده كله كذب وافتراء. أما هم بقى بيقولوا إن روحه بتحل، الله، ده بيقولوا بالحلول. الحلول اللي هو إيه؟ إن الروح بعد ما بتطلع من الجسد ده بتحل في جسد تاني، وده كله كذب وافتراء. ولم يقل بهذا الكلام إلا من انحرف عن دين الله عز وجل. على الهوى بقول لك ما تسمعيش للناس دول، دول كذابين. هاخد ام علي سريعا، ما اخدش ليه ام علي؟ اتفضلي يا ام علي. ام علي. ايوه اتفضلي. الشيخ زي حضرتك؟ الله يسعدك، اهلا بيكي. ايوه يا سيدي، انا دلوقتي بنتي، بس اسمعيني من التليفون يا ام علي. انا دلوقتي بنتي عندها 30 سنه. وطي التلفزيون خالص يا ام علي. ايه رايك؟ هسمعك كويس جدا. هي عندها السكر. هي عندها عندها 30 سنة. كل ما يجي لها عريس. يا حاجة. عندها السكر، كل ما يجي لها عريس ونقول له إنها عندها السكر يروح وما يجيش تاني، فكان الدكتور بتاع السكر نفسه. قولي، ما تسمعيش صوتك في التلفزيون، قلت وطي التلفزيون يا أم علي، والله ما عاد وقت، مش هلحق أجاوب. فالدكتور كان بتاع السكر نفسه قال لها ما تقوليش الا بعد الجواز لما يجي في حمل او حاجه نقول انه سكر حمل، نقول انه اي حاجه تاني. فايه راي حضرتك؟ حاضر اجوبك. انا حاضر، شكرا يا ام علي. يا ام سما الله يرضى عليكي، مشكلة بينك وبين زوجك 3.5 سنين، وبعدين والدك، انت رحتي بيتك، واضح ان الكلام المشاكل بينك وبينه بالمشافهة، يعني مفيش طلاق، مفيش ورق، مفيش أسيم الطلاق اتكتبت. فاللي حصل ان انت رحتي بيتك اللي هي شقة جوزك واخدت منها ملابس ليكي، فهو اتصل على والدك وبعدين قال له امساك بمعروف او تسريب عيوة، انا سرحتها. هل كان يقصد طلاقا؟ هو احنا نسأله نقول له انت سرحتها، يعني كنت تقصد بالكلمة دي الطلاق ولا لا؟ طب طالما ان امساك بمعروف او تسريح بإحسان، ما تسرحها بإحسان وتديها حقها يا اخي. طب 3.5 سنين راكنها ليه بهذه الطريقة وبهذه الصورة؟ يا أم محمود، زوجك كثير الحلف بالطلاق، علي الطلاق، قال لك تبقي محرمة علي زي أمي وأختي.
زي امك. ما انت رايح عند اخوك، ده مش يمين طلاق، ده اسمه يمين ظهار يا ابو علي يا ابو محمود، ده اسمه يمين ظهار. يعني ما تقربش من مراتك الا لما تعمل حاجه من الاثنين، يا تصوم 60 يوم متواصلين يا تطعم 60 مسكين، ما تقربش ما تلمسهاش الا ما تعمل الايه، الا ما تعمل الموضوع ده. بيحلف عليها الطلاق، ده راجل مطلق ولا يقصد الطلاق بكلمه عليها الطلاق، انا واثق ان هو لا يقصد الطلاق، هو كثير الحلف بالطلاق، وده اسمه يمين الطلاق، يمين الفساق، ده مطلق. عفاف، انت مطلقه من 23/5 وزوجك توفي 28/6، انت ليكي 63 يوم. بتتحسب 63 يوم ازاي؟ العده كلها مش 90 يوم، 63 يوم. بتحسب ازاي؟ 20 يوم طهر ويوم حيض، ادي 21 يوم، وزيهم ادي 42، وزيهم اللي هو زي التلت بس، يبقى 63 يوم بالضبط. لو زوجك مات في الفتره دي 63 يوم، انت بتورثي وبتاخدي ميراثك. لو التاريخ خرج يوم واحد عن التاريخ ده، يبقى مالكيش ميراث في هذا الرجل. ام علي، بنتك يا رب يشفيها ويا رب يشفي كل مريض، ما تخبيش على اي حد يا ام علي، اخبري اي واحد يجي يتجوز البنت ان هي عندها السكر، عجبه اهلا بيك يا ابني ونشيلك على دماغنا، ما عجبهوش يبقى انت صرحتي وقلتي المرض ونوع المرض اللي عند البنت. انما نسكت لحد البنت ما تتجوز، وبعد ما تتجوز نقول له، هذا غير صحيح ولا يرضي الله، وهذا من الغش، وما تعمليش كده، ربنا يصلح حالنا وحالكم. انا جاوبت على كل الاتصالات اللي جت، لكن انا بعتذر، انا ما جاوبتش على اي سؤال من الصفحه، تراكمت عليا الاسئله. ان شاء الله الليله، الليله ان شاء الله سأصلي العشاء وسأجيب بنفسي على الأسئلة، وهكون موجود على صفحة فتاوى بعد صلاة العشاء اليوم إن شاء الله، أجيب على هذه الأسئلة وأجيب على أي أسئلة وردت أيضا على صفحتي على الفيسبوك، صفحة الشيخ أحمد صبري. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.